اجي واش تقدر تعيش في دار فيها اكثر من مليون مونيك شبعانا والنسات كل واحد الكريماس اللي على وجهه، ها اللي ضاحك ها اللي مقلق ها اللي ناقصه ليه ايد او رجل، عاد زيد الشوفات ديالهم اللي كيخلعوا. راه كندوي على مونيكات الا بغيتي غير تنوض للطواليت بالاخص بالليل ممكن يركب فيك الرعب وغادي يجيك الوسواس وسط من هذا الكم الهائل من المونيكات. غادي يفهموني غير الناس اللي مفرجين في الفيلم ديال ليفينغ دو اللي كيبين الخلعه ديال بصح اللي كيتسبوا فيه هذا النوع من المونيكات. خلينا نحطوا الرحال في امريكان بالضبط في جورجيا، ام اللي في الستينات من عمرها مازال عايشه الطفوله ديالها وفين ما بان ليها شي مونيكا صغير او لا كبير كتشريها بلا ما تفكر واخا يكون الثمن ديالها غالي، المهم عندها هي تجيبو للدار وتعمر به البيوت اللي مازال ما عمروش وما كملوش في العماره ديالهم من المونيكات. السيده واخا خدات التقاعد ديالها من خدمتها كمربيه معتمده من عند الدوله مازال كتخيل هاد المونيكات وليدات صغار خاصها تقابلهم لدرجه كتبدل ليهم تغسل ليهم وتخليهم ينعسوا باش ما يبرزهم حتى شي واحد. المشكل ان هاد السيده عندها جوج وليدات صغير فيهم في الثلاثينات من عمره، عنده واحد المرض اللي هو اضطراب في العقل ديالو تقريبا نفس الحاله ديال واحد اللي فيه التوحد. الولايه اللي ساكنه فيها في اي لحظه ممكن ياخذوا ليها ولده باش يديو لاقرب مركز لحمايه الاطفال اللي عندهم اعاقه، والسبب راجع لهاد الحاله اللي عايشه فيها هي ولادها وسط من اكثر من مليون مونيكا ونص. ولادها ما عجبهمش الحال حيت كيشوفوا ماماهم كبرات بالعقل، السيده كتعيط للقبر ومازال دايره راسها في الخروق ديال المونيكات. كل خطوه في الدار ممكن تكون صعيبه عليه حيت في اي لحظه تقدر تحفظ على شي مونيكا او شي نونوس وممكن يجيبك على راس. عاد زيد الخمله اللي كتجمع بسبب هذا العدد الكبير من القشاوش اللي تسبات ليهم في بزاف ديال المشاكل من بينهم الحساسيه. وهنا طفح الكيل، ولادها قنعوها باش يتهناو من هذا السبل اللي كيسوى اكثر من 50 مليون سنتيم مغربيه. هي كيف ما سمعتي هذه هي القيمه ديال هاد المونيكات والنونوسات اللي جمعات هاد السيده مده هاد السنين كامله اللي غاديين يتعطاو كهديه لمراكز حمايه الاطفال في الولايه اللي عايشين فيها. ملي وصلوا الناس اللي غاديين ينقيو ليها الدار ديالها من هاد الزبل وهاد الكارثه اللي العدد ديالها يعد ولا يحصى، السيده تبانيكات وبدات كتخرج وكتدخل في الهضره وغير كتضحك بلا سبب. وهذا الشيء راجع للقرار اللي غادي يخليها تفقد النونوسات والمونيكات اللي ربات عليهم الكبده وسنين وهي كتجمع فيهم حتى وصلت القيمه ديالهم لاكثر من 50 مليون سنتيم واللي قالت بلي كتعتبرهم بحال ولادها. هاد القضيه ديال التنظيف لهاد الدار ديالها ما شاركش فيها واحد او لا جوج اللي جاوا باش ينقيو الدار ديالها، راه شارك فيها اكثر من 10 ديال الناس. هي كيف ما سمعت غير باش ينقيو الدار من المونيكات، ها اللي كيحل في الكراطم ها اللي كيعمر وها اللي كيخوي في الزرق، بقاو كيخرجوا من الدار حتى وصلوا لجوج ديال الجبوله اللي كبار وعالي عامرين غير بالمونيكات وهاد النونوسات. السيده غير كتدور في عينيها وكل نونوس عندها معاه شي قصه كتعاودها للناس اللي حاضرين وحتى لولادها. في الاخر جاو جوج ديال الكاميوات كبار شارجاو هاد الكميه، يعني داو معاهم القيمه ديال 50 مليون غير نونوسات اللي تبرعات بهم هاد المراه الخيريه ديال الدراري الصغار اللي ممكن يستافدوا منها اكثر منها هي. السيده اللي ضغطات على راسها باش لاحت هاد المونيكات واخا ولادها فرحوا بهاد القرار اللي خدات امهم باش تنقي الدار، راهم كانوا خايفين عليها بالاخص على الصحه النفسيه ديالها اللي ممكن تسبب في اعراض جانبيه اللي خايبه بزاف منهم كريز وتبقى ديما معصبه وكتغوت. دابا السؤال هي واش في نظركم هاد المراه ممكن ترجع لعادتها القديمه وتبدا تجمع نونوسات من جديد؟ كتب لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع صحاب، دير متابعه للصفحه اولا القناه الى كنتي كتفرج من يوتيوب ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.